الذكر والأنثى. أعزائي، في النص القرآني بشكل واضح أن الولاية لله ليس إلا، فالله هو الولي. ده نقطة أول السطر مولا، وهذه مجعولة أو ليست مجعولة؟ لا ليست مجعولة لنا بالذات هذه، يعني ليس أحد جعل الولاية لله، الله لأنه الله له ماذا؟ له الولاية. فالله هو الولي، وقرأنا في محله هو، ودخول الألف واللام التعريف على الخبر يدل على ماذا؟ يدل على الحصر مولا. وليس هنا أعزائي، مرارا ذكرنا هذا الأصل الكلي، أن القرآن كل الكمالات حصرا يثبتها أولا لمن؟ لله. فالله هو، الله هو الغني، هو الغني وأنتم الفقراء. لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي لا حي غيره، هو القيوم لا قيوم، وهكذا وهكذا. هنا أيضا كذلك، فالله هو الولي. هذه هسه نعم يبقى هذا البحث، لماذا الله ولي؟ ذاك بحث آخر، لأنه خالقون، لأنه موجدون، لأنه رازقون، لأنه معطٍ. هذا بحث كلامي الآن، مو محل بحث. وضع أعزائي، يعني لماذا له حق التصرف وحق الولاية وحق الأولوية؟ ما معنى حق الأولوية أو حق الولاية؟ يعني إذا أردت شيئا وأراد شيئا فالمقدم ماذا؟ إرادته. هذه الولاية. الآن بعد الله، القرآن الكريم ماذا قال؟ قال جعلتها لمن؟ ها؟ للرسول صلى الله عليه وآله. إنما وليكم الله ورسوله. فالولاية هنا طولية مجعولة من قبل من؟ من قبل من له الولاية الذاتية، لا الولاية كله في العالم الاعتبار، لا في عالم التكوين والوجود. احفظوا هذا التسلسل حتى لا يصير خلط فيه مولانا.